طبعا رح نضلنا نتواصل معكم خلال حلقتنا لليوم، لكن أكيد مشوارنا الصباح اليوم يتجدد مع زميلنا أحمد أبو حماد اللي موجود الآن بالزرقاء. منصبح عليك يا أحمد وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الورد والفل والياسمين رندا، بصراحة يعني انبسطت كثير اني لقيتك الصبح قبل ما ننطلق في مشوارنا الصباحي، فبعيد التصبيح عليك، مصبح على كل مشاهدينا ومتابعينا ومتابعين برنامج يوم جديد. اليوم راح نصبح عليكم وعلى الهواء مباشرة من مدينة الجند والعمال من مدينة الزرقاء التي تقع على بعد 20 كيلومتر شمال شرق محافظة العاصمة عمان، وهي ثاني أكبر مدينة أردنية من حيث عدد السكان. يبلغ عدد سكان محافظة الزرقاء 1,364,000 نسمة، وهي عاصمة الأردن الصناعية، تمتاز بوجود العديد من الأسواق والشوارع العريقة والبيوت التراثية القديمة ومعالمها الحضارية، كما تضم العديد من المعالم الأثرية والتاريخية والطبيعية والسياحية. طبعا مشاهدينا اليوم راح يكون لنا عدة إطلالات من هذه المنطقة والمحافظة الجميلة، راح نتعرف من خلالها على قصر عشبيب وهو معلم أثري مميز داخل المدينة، وأيضا راح نتعرف على شارع الجيش. بتمنى الكل يتابعنا ويتابع مشوارنا الصباحي من محافظة الزرقاء. صباحكم سعيد.